طويل على الفائز قصير على الخاسر. هذا هو الوقت وهذا هو الزمن بالنسبة لمباريات كرة القدم. كرة لبلعيد، يستلم بلعيد، يلعبها لغربي، يحاول غربي، يحاول المرور ولكن ما يتمكنش، مقطوعة مع كودري. التفوق لوسط ميدان اتحاد الجزائر، التغطية من بلعيد، يضيع الكرة إلى رمي تماس. سوء تقدير من بلعيد لهذه الكرة واسترجاع هذه الكرة إلى رمي تماس. محاولة ربح بعض اللحظات من فرحات الظهير الأيمن واللاعب الشاب والمتألق، يعتمد عليه كثيرا كوربيس للحيوية والشباب واللعب كظهير وكذلك كمهاجم. على الجهة اليمنى الرواق الأيمن للاتحاد اسمه فرحات في انتظار عودة ربيع مفتاح. مقطوع الكرة من الاتحاد لجديات، يحاول جديات يسدد بعيدة. التسديدة كانت قوية جمال، نشوف حتى اربع مهاجمين تاع مولودية الجزائر ما عندهمش كرات جمال، صح. لما تحط اربع لاعبين ما يوصلهمش الكرات، ما يوصلهمش الكرات، كل كرات راهي مقطوعة في وسط الميدان. تحرك بدون كرة اللي راهو ناقص عند مولودية الجزائر خاصة في وسط الميدان جمال. الظاهرين ما راهمش يجيبوا المساندة، ولما الظاهر يكون جابد على اليمين وجابد على اليسر ما كاش مساحات كبيرة. في غياب الحلول ايضا لحد الان الصوره تبين بين شوف اللاعب بن موسى وين راه، واللاعب حشود وين راه. هنا مطلوب من اللاعب حشود لازم يكون في الرواق اللي راه يلعب في الموسى ويكون قريب لوسط الميدان باش لما تضيع الكره يسترجعوها في المنطقه. كره رمي تماس يقول الحكم باحتجاج من عناصر المولوديه التي كانت تطالب بالكره وبرمية التماس. ملعوبة رمي التماس، تعود المولودية، غربي تضيع الكرة بسهولة من جانب المولودية للاتحاد. جديات ابن عمل هجومي العرفي، بن موسى، بوشما وكودري. جديات الآن تدخل قوي من الخلف، خطوة بطاقة صفراء لغربي بديل، تدخل عنيف